إلى ذلك تم اليوم الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة مع جمهورية ساحل العاج، حيث أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عزي بن ثابت أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات تاريخية، معتبرا أن الرهان القادم يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. التغطية كانت لإيمان طبيب. إن هذه المناسبة السعيدة لتدعونا للتطرق إلى أهمية العلاقات التي تربط بلدنا والتي تعود إلى 14 جوان 1964، تاريخ بداية العلاقات الدبلوماسية، والتي تتسم بقيم الصداقة والتضامن والتعاون بين البرلمانيين والبلدين حول المسائل الثنائية الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك، كما تعمل الجزائر وكوت ديفوار على التنسيق الجهود الثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة ما تعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية. ne soit pas un slogan, pour que notre amitié se traduise dans de grands symboles. Vous avez évoqué la longue histoire des relations de la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Cette relation est née dès le lendemain de l'indépendance de ce pays, en 1963 déjà. Donc avant l'installation du premier ambassadeur, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, était ici à Alger. Il a rencontré Ahmed Ben Bella. Dès ce moment-là, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie sont nées.